ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ كله تمام؟ يا رب تكون كل حاجه بخير وعال العال. دايما اقول لك انه مصر بتلعب دور شديد الاهميه، ولعبت هذا الدور يمكن من 2014 وحتى هذه اللحظه ولا زالت مستمره فيه. ايه هو الدور المهم جدا اللي انا بأشير اليه دايما؟ هو تصفير مشاكل المنطقه. مصر فخامه الرئيس شايف طول الوقت انه استقرار المنطقة بالكامل، مش بس استقرار مصر، استقرار المنطقة بالكامل على اتساعها، مش بس كده، بل واستقرار كمان وأهمية خلق علاقات استراتيجية رفيعة المستوى كمان مع دول الجوار العربي أو دول جوار الشرق أوسطي، ده هدف رئيسي لدى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده جزء من الدور الكبير اللي بتلعبه مصر في المنطقة. مصر مش بس بلد كبير من حيث التاريخ والحضارة والإرث الثقافي والقوة الناعمة، أو من حيث أنها صاحبة الجيش الأكبر أو الأقوى، مصر أكبر من كده بكتير كمان، لأنه مصر هي دائما القادرة على لعب دور الوسيط النزيه الذي لا مصلحة له على الإطلاق سوى الاستقرار العام في المنطقة. استقرار عام في المنطقة يعني رخاء لكل المنطقة، يعني تقدر تفعل كل الخطوات التي كنا نراها من زمن مش هقول لك بعيد، ولكن كنا نراها مجرد أحلام، إن المنطقة تستقر، المنطقة تعمل تحالفات اقتصادية كبرى، المنطقة تبدأ تشتغل مع بعضها وهكذا. فتلاقي إن مصر بتستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان يوم الخميس الجاي الموافق 13 يوليو 2023 إن شاء الله. طيب إيه اللي هيتم في المؤتمر؟ هيبان الدول المدعوة مفهوم أنها دول جوار السوداني. الهدف الرئيسي أنه إحنا كنا بنقول السودان خلاص ماشي في خطوات جيدة، وما إلى ذلك حصلت الأزمة وحصل هذا أو حدث هذا الصراع المسلح، تحصل هدنة ما بتكتملش، طرف يعلن الهدنة، طرف آخر لا يقرر أن يلتزم أو يقرر أن لا يلتزم بالهدنة، بيتدخل وسطاء كتير. دايما إحنا نظرتنا في مصر لمشاكل المنطقة أنه إحنا عايزين قدر الإمكان نحافظ على استقرار المنطقة، ولكن من عواصم المنطقة. يعني معنا على التليفون سيادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، خير من يحدثنا في هذا الموضوع. أهلا بحضرتك سيادة السفير. أهلا بحضرتكم السادة المشاهدين. زي الصحة سيادة السفير. أهمية انعقاد قمة دول الجوار اللي بتستضيفها مصر بإذن الله يوم الخميس اللي جاي، وخصوصا في هذا التوقيت. لا شك أن هذا التوقيت في غاية الأهمية، حيث أن الصراع الدائر حاليا بين طرفي المكون العسكري، وثم نشوب صراع آخر في بعض الأطراف وخاصة في منطقة في إقليم دارفور، يدفع جميع القوى الإقليمية والدولية وخاصة دول الجوار إلى التحرك لمواجهة هذا الخطر الدائم الذي قد ينتهي بحالة من الفوضى، وربما ينعكس بالتالي على وحدة السودان وسلامة أراضيه الإقليمية، وينعكس أيضا على دول الجوار من حيث الأمن والاستقرار. وبالتالي هذا التحرك من جانب مصر ودعواتها إلى قمة لدول الجوار، باعتبار أن دول الجوار هي الدول الأكثر حرصا واهتماما والمحافظة على وحدة السودان وسلامة أراضيه والتوصل إلى تسوية للأوضاع السودانية، وفي نفس الوقت هي الأكثر تضررا من أي أحداث سلبية قد تؤدي إلى نوع من عدم الاستقرار، يؤثر ليس فقط على منطقة الجوار دول الجوار، وإنما أيضا على منطقة البحر الأحمر ومنطقة الساحل. من هنا تبدأ أهمية الدعوة لمثل هذا المؤتمر، خاصة أن المبادرات التي سبقت هذا التحرك لم تؤتي بالنتائج المرجوة أو المنشودة، وبالتالي سيكون هناك أعتقد فرصة للبناء على ما تحقق بشكل إيجابي من مبادرات سابقة، وتلافي السلبيات التي أدت إلى عدم أو تعثر هذه المبادرات. وبالتالي أعتقد أن ستكون هناك رؤية ومقاربة جديدة في هذه القمة من شأنها تناول المسارات الثلاث الخاصة بالأزمة السودانية، وهي المسار الإنساني والمسار العسكري والمسار السياسي. لا شك أن تناول هذه المسارات بقدر من الشمولية تشارك فيها كافة القوى والأحزاب وأطياف المجتمع المدني السوداني،
وتشارك فيها أيضا بدعوة من جانب مصر لكافة الآليات المشاركة، سواء آلية المنظمات المرتبطة بالاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والإيجاد، وتنضم إليهم تقدير الجماعة العربية كمنظمة، أيضا ومشاركة آلية الدول التي تضم الآلية الرباعية ومن الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا بريطانيا والإمارات والسعودية. وأعتقد أن مصر ستكون من بين هذه المجموعة بالإضافة إلى دول الجوار، والمقصود بها طبعا مصر وأثيوبيا وجنوب السودان وأريتريا، فضلا عن ليبيا وربما أفريقيا الوسطى. طيب معالي السفير، أنه يعني هذا النوع من عندما يحدث مثل هذه الأنواع من الصراعات المسلحة داخل الدول، في بعض الأحيان بيكون لدول كثيرة مش بشريطة أنها تكون بدول الجوار لها مصالح مع طرف دون الطرف الآخر، ترجح هذه الكفة دون عن تلك الكفة فيجي أو كفة. السؤال هنا، هل تعتقد أنه دول الجوار ودول الإقليم مستعدة لبذل جهد حقيقي وفاعل وملموس لأنه يتم تهدئة هذا الصراع والانتهاء من هذه الأزمة؟ وإذا الأمر كذلك، هل نتوقع انتهاء الأزمة في قريب ما؟ يعني انتهاء الأزمة في قريب ما ليس بالضرورة، وإنما أعتقد ستأخذ بعض الوقت. لكن في تقدير النقطة الجوهرية في هذه الدعوة، أعتقد أنها ستستند على تواجد المجتمع المدني السوداني بكافة أطيافه وأحزابه السياسية، وأن تكون ويكون وجوده شاملا لكافة هذه الأحزاب. مادة الشمولية هنا مطلوب وأساسي، لأن كافة المبادرات السابقة لم تأخذ هذا في الاعتبار، وإنما كانت مبادرات تتولاها الآليات سواء الإقليمية أو الدولية ممثلة في الآلية الثلاثية أو الآلية الرباعية. العنصر الفاعل والمحوري هو التواجد بشكل أو بآخر ممثل الشعب السوداني بكافة طوائفه وحزابه ومكوناته، المجتمع المدني. في نفس الوقت هناك توافق مسبق على أن الجيش أو القوى المؤسسة العسكرية بمكوناتها المختلفة ستنأى بنفسها عن المشاركة في العملية السياسية. هناك أيضا توافق مسبق ومعروف ومصرح به على وقبول شعبي بأن يكون الدعم السريع، وكافة الميليشيات الأخرى تكون يتم حلها أو دمجها. وفي نفس الوقت يتم هناك معالجة لمؤسسة القوات المسلحة من ناحية التحديث والتطوير على النحو الذي تصبح فيه المؤسسة العسكرية هي المؤسسة التي يمكن الاعتماد عليها كمحور فيما يتعلق بالجانب العسكري. أما الجانب المدني فهو الذي سيتولى عملية المحاور الثلاثة أو المسارات الثلاثة، سواء كانت السياسية أو العسكرية أو لوقف الصراع المسلح هذا مقصوده أو الجانب السياسي. صحيح. أنا بشكر جدا سيادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. خلوني أستأذن حضراتكم في فاصل ونرجع نكمل الكلام. العالمين الجديدة تتلألأ، لا هي تتلألأ، لو انت متصور ان انا بقصد انها بتتلألأ بمبانيها وشوارعها وطرازاتها المعمارية المختلفة وما الى ذلك، اقول لك لا، هو مش بس كده بصراحة. هو العالمين الجديدة تتلألأ مثلا من ناحية زي ما كنت بقول لك امبارح، المهرجان اللي هيبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى من يوم 13، من يوم الخميس اللي جاي، أكبر مهرجان ترفيهي ورياضي يشهده الشرق الأوسط بكامله، وأكد أقول لك وجنوب المتوسط، يعني حاجة عظمة على عظمة على عظمة زي بتقال. بس كمان بتتلألأ بأنه العالمين بتجري، يعني مش واقفة. تلاقي أنه مثلا مش احنا دلوقتي في عز الموسم، أنا من أنصار أن العالمين دي مدينة الصيف والشتاء والربيع والخريف وكله، طيب بس الرجل بتبقى شدة جامد في الفترة بتاعت الصيف، طيب يعني الناس أكيد محتاجة خدمات كتير، حلو. هل ده معناه إن احنا هنقف نتفرج أو نقول له والنبي لازم تنزل مثلا اسكندرية ولا تطلع تاخد بعضك على مطروح؟ لا طبعا،
فهتلاقي المراكز المتنقلة، مراكز التكنولوجيا المتنقلة اللي بتقدم خدماتها موجودة في العالمين. يجي انه من امام مقر الحكومة في العالمين الجديدة دولة رئيس الوزراء بيشهد اصطفاف 20 مركز. ايوه العربيات كانت قدامكم، 20 مركز تكنولوجي متنقل لتقديم الخدمات الحكومية. احنا عندنا 250 مركز متنقل بالفعل تم الانتهاء من تطويرهم لحد دلوقتي. طيب ما تيجي نتكلم يعني ايه مركز تكنولوجي متقدم، ايه نوعيات الخدمات اللي بتقدمها هذه المراكز. يمكن دولة رئيس الوزراء موجود، الدكتورة وزيرة التخطيط موجودة، يعني حاجة بصراحة تفرح. خلونا ناخد معانا على التليفون المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط لشؤون التحول الرقمي. اهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا فندم. اهلا اهلا. مساء النور، ازاي الصحة؟ الحمد لله يا فندم. اهلا بحضرتك. كله تمام. ايه يا فندم المراكز المتنقلة دي عبارة عن ايه؟ طيب استاذن حضرتك ان انا بس قبل ما اتكلم على مراكز المتنقلة ان في نقطة عايز اسلط الضوء عليها. ارجوك. ان احنا خلال الفترة السابقة كان طبعا في تركيز على تطوير الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها للمواطن. صحيح. بمعنى ان حضرتك لما بتكون مثلا بتروح مكان وحدات المرور او بعض مكاتب التوثيق او اماكن بتقدم الخدمات بتلاقي ان الخدمه مميكنه، وده كان الاهتمام الرئيسي لتطوير الخدمه نفسها التي يتم تقديمها الى المواطن. المرحله الثانيه ودي انا بعتبرها المرحله الاهم اللي هي وسيله تقديم الخدمه للمواطن. احنا بنحاول نركز ان نسهل الوسيله اللي دي بقى المواطن بيحس بيها اكتر. المواطن ما بتفرقش معاه ان الخدمه مميكنه او غير مميكنه، لكن يفرق معاه الوسيله اللي انا بوصله الخدمه بيها. ومن هنا بدات طبعا فكره المراكز المتنقله اللي احنا قلنا احنا نروح للمواطن في المكان اللي هو موجود فيه اقدم له الخدمه، بوفر له الوقت، بوفر له المجهود، بيلقى اسلوب رائع جدا جدا في تقديم الخدمه للمواطن. طيب ده كويس جدا. الحقيقه احنا بدانا بموضوع المراكز المتنقله في مجموعة من الخدمات، قلنا الأول نجرب طبعا تقبل المواطن للأسلوب دوت في تقديم الخدمة. بدأنا بخدمات التوثيق، خدمات الأحوال المدنية، دخلنا في خدمات المرور، دخلنا في بعض الخدمات الأخرى، لقينا الحمد لله أن الإقبال بيتزايد على هذا الأسلوب من تقديم الخدمات. وده اللي قلنا طبيعي يعني أنا في التوسع. احنا النهارده زي ما حضرتك اشرت وصلنا ل 250 مركز تكنولوجي. طبعا ده بيدينا مرونه كبيره جدا ان انا اتوجه الى اماكن الكثافات العاليه، اتوجه الى الاماكن اللي بيكون فيها ضغط بعض المواسم، بتوجه الى المواطن في المكان اللي بيطلبه سواء مكان عمله الى مكان المتواجد فيه عشان اقدر ان انا اقدم له الخدمه بتاعته. معايا معاك يا فندم. انا بسمع. النهارده بيقدم خدمه توثيق، بكره ممكن يقدم خدمه اخرى. فده بيدينا مرونه جامده جدا في وسيله التواصل مع المواطن وفي تنوع الخدمات اللي بتقدم هذه المراكز. طب حلو جدا. يعني انا اقول انه اكيد لازم المواطن كان يقبل على هذه المراكز المتنقله اللي بتقدم الخدمات الحكوميه المتنوعه جدا، لانه بالعاميه بالمصري بالبلدي جدا في حد هيلاقي الدلع ولا يتدلعش، الحاجه جايه لحد عندي. فهقول لا ليه يعني، بالعكس ده انا ابقى مبسوط ومش هبقى بطخ مشاوير ومش هبقى بعمل، فانا كده يعني 100 فل و14. هروح هنا بقى على ال20 وحده المتنقلات اللي موجودين في العالمين. ليه؟ تمام. وبيعملوا ايه وانواع الخدمات اللي هيقدموها؟ تمام. هو طبعا الدفعه الاخيره اللي احنا انتهينا من تطويرهم هم مش 20 هم 50 وحده. حلو قوي. ال20 ده مجموعه احنا دفعنا بيهم في خط الاسكندريه ومطروح وطبعا الجزء الخاص بالعالمين والمناطق الجديده اللي تم تطويرها، مدينه العالمين الجديده والمناطق دي كلها، طبعا لان المناطق دي خلال الفتره اللي جايه بتلقى كثافه سكانيه عاليه جدا وكثافه واقبال من المواطنين، نسبه كبيره من المواطنين بتتواجد. يبقى النسبه دي عايزه خدمات. فانا النهارده برضو المفهوم اللي انا بوصله والثقافه اللي دايما احنا بنتكلم عليها من خلال وزاره التخطيط وطبعا بدعم القياده السياسيه بدايه طبعا من كافه اوجه القياده السياسيه لتيسير الخدمه على المواطن باي طريقه. فانا النهارده زي ما قلت لحضرتك انا مرونه المراكز ديت بتساعدني ان انا اتوجه لاماكن الكثافه المناطق البعيده بحيث ان انا المواطن بدل ما يمشي مسافه كبيره عشان يروح يتلقى الخدمه، لا انا بروح له. احنا بنحاول نغطي كثافه سكانيه في موسم 7 و8 مثلا في هذا الوقت. لكن احنا الهدف الرئيسي بالنسبه لنا طبعا
المحافظات. احنا هيبقى في تغطيه كبيره جدا ان شاء الله، محافظه القاهره، محافظه اسكندريه، محافظه الجيزه، المحافظات اللي هي ذات الكثافه معاها باقي المحافظات ان شاء الله. هو الموضوع مش مقصور ل 20 مركز على مدينه العلمين، لا، احنا النهارده خطه شامله على مستوى كافه محافظات الدوله. الموضوع الخاص بالمرحله ديت ال 20 مركز، لا ده ممكن نزود عليهم، ممكن هم يوصلوا 30 مركز خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله، ده لتغطيه كثافه عاليه. لكن الاساس بالنسبه لنا لا، المحافظات اللي فيها نسبه كبيره من المواطنين، اللي نسبه كبيره من الخدمات المطلوبه، فده اللي ان شاء الله داخل في الخطه. احنا داخل في الخطه عندنا باذن كمان في عام 23 24 ما لا يقل عن 200 مركز داخلين في الخدمه باذن الله، خدمات جماهيريه، تغطي اماكن كثافه عاليه. الهدف زي ما بقول لحضرتك، انا كله عايز اعمل مرونه في تقديم الخدمه، عايز اوصل للمواطن. انا فكره ان المواطن يقعد يلف ولازم يسيب شغله او يسيب اي اعمال خاصه بيه علشان يروح يقدم الخدمه، لا، انا باجي لك لحد عندك بقدم لك الخدمه باسعار متقاربه جدا، وفرت عليك الوقت، وفرت عليك المجهود، ووفرت لك خدمه لائقه ومحترمه، وباذن الله يكون ده جزء كبير جدا من اسلوب تقديم الخدمات خلال الفتره القادمه ان شاء الله. حلو جدا. طب انا عندي حاجتين، العربيات دي بدات العمل من النهارده ولا لسه هتبدا العمل؟ واظنها كده هي مستمره معانا لحد نهايه الموسم. اقول لسيادتك احنا بقالنا فتره اشتغلنا في عربيات بتقدم خدمات التوثيق اللي هو التوكيلات، اشتغلنا في العربيات اللي بتقدم خدمات مصدرات الاحوال المدنيه، بدانا في عربيات بالتعاون مع الاداره العامه للمرور اللي بتقدم خدمات دي انا عارف. المرور بتعمل فحص للعربيه في اماكن ميادين رئيسيه او اماكن رئيسيه بيتم الاعلان عنها، ولكن بدات من فتره احنا بنزود في الاعداد وبنستمر وبننوع في الخدمات الاضافيه، في خدمات اضافيه الفتره اللي جايه ان شاء الله، بحيث ان احنا نغطي اكبر عدد ممكن من المواطنين اللي ممكن تستفيد من الخدمه دي باذن الله. طب الحاجه الثانيه يا فندم، اظن في احنا ماشيين في اطار التوسع في تقديم المزيد من الخدمات اونلاين، اللي هو برضو بقى هنا ايه، ولا هضطر هروح للعربيه او العربيه تجيلي، ولا هضطر اروح للمكتب المعني بالموضوع، اقدر اعمل الحاجه من التليفون او اللابتوب او التابلت. تمام، انا مع حضرتك كده، الكلام ده حقيقي فعلا، وفعلا في خدمات بتبقى اونلاين، وده احد اساليب او وسائل تقديم الخدمات للمواطن. لكن انا في نقطه برضو انا عايز اشير اليها، انت حضرتك لما بتيجي تعمل توكيل انت لازم حضرتك بتتوكل، لازم ابقى موجود عشان تعمل طبعا التوكيل. طبعا، ففي خدمات حضرتك لما بتطلع صوره، لما بتطلع اسف بطاقه رقم قومي، لازم تتوجه لمكتب السجل المدني عشان تتصور. صحيح. فانا في خدمات بيحصل ايه، لازم حضرتك بتتوجه لمكان اصدار الخدمه، لا انا هجي لك لحد عند حضرتك عشان اعمل لك الخدمه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان انا احيانا لما بطلب الخدمه اونلاين ممكن مثلا انا وقتي مش هيسمح ان انا انتظر هي تجيني مثلا في خلال يومين ثلاثه، لا انا عايز الخدمه دلوقتي. لحظيه. انا بيبقى في ظرف معين، فبرضه انا هجي عشان ادي لك الخدمه في نفس التوقيت. ده مش معنى كده، لكن انا طبعا الخدمات الاونلاين هي احد الوسائل ومتاحه طبعا للمواطنين، وبتنوع الوسائل بيخفف المستفيد الاول منها هو المواطن. المواطن طبعا. انت حضرتك مثلا عايز حاجه هتجيلك في خلال يومين ثلاثه، ده متاح ودي وسيله من الوسائل. لا حضرتك الخدمه اللي انت بتروح لها المكتب اللي بيوصل الخدمه، لا انا هاجي لحد عند حضرتك اعمل لك الخدمه وانا واقف وبديها لك في لحظتها على طول وانت واقف. صحيح صحيح. انا بشكرك جدا باشمهندس اشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط لشؤون التحول الرقمي. المشهد اللي انا كنت شايفه من شويه قدامي ده مشهد بالنسبه لي مهم، سواء اذا كان الخدم او الوحدات المتنقله اللي موجوده على سبيل المثال، بنتكلم النهارده على مساله العالمين، ويمكن المهندس اشرف وضح ان احنا في عندنا اكتر من 250 تم تطويرهم، في 200 هيبقوا شغالين باذن الله خلال او في الاثناء اللي احنا بنتكلم فيها 2023 2024، ده شق. بس كمان وجود وزيرة التخطيط الدكتورة هالة، ووجود دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى بنفسهم بيتابعوا الحاجة وبيشوفوها وبيراجعوا وبيتكلموا وبيتناقشوا وما إلى ذلك، ده مشهد حلو. المشاهد اللي من النوع ده اللي هي فعلا بتطمنك وكمان بتفرحك وبتوري لك قد ايه انت بتنتقل من حال الى حال افضل منه طول الوقت، ده مشهد من مشاهد اقدر ادعي انه مشهد لجمهورية جديدة بجد. مين بيجيب في سيرتي؟ مش عارف. مهم، تعال نروح على بقى ايه؟
امتحانات الثانوية العامة، طالب الشيطان وزه وقرر يصور فيديو من جوه لجنة امتحان اللغة الإنجليزية. الله 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 الله. طيب هل الناس اللي موجودين جوه اللجنة ما شافوهوش، ما خدوش بالهم، أو استسهلوا الموضوع أو استبسطوا الموضوع؟ الله أعلم. لأنه بمنتهى البساطة هؤلاء الملاحظين تمت إحالتهم للتحقيق بعد تداول أجزاء من أسئلة الامتحان، خصوصا في مادة التفاضل والتكامل. إيه بقى اللي بيحصل؟ خلونا نفهم أكتر من الزميل الصحفي الأستاذ أحمد حافظ، محرر شؤون وزارة التعليم بجريدة الأهرام. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. أهلا بيك يا زوز. إزاي الحال؟ كله كويس؟ كله كويس. ايه اللي حصل؟ مين ايه اللي حصل يعني؟ الولد اللي صور الفيديو وقصة اسئلة التفاضل وبتاع، يعني اشرح لي وفهمني، احكي لي الحدوتة. لا، هو اللي صور الفيديو وما صورش الامتحان بس، ده صور اللجنة كلها. يا حلاوة. ليه بقى؟ يعني عايز هو ايه؟ هو صور الورقة وصور المراقبين وصور زمايله، يعني كان عامل بث مباشر تقريبا في اللجنة يعني. ما شاء الله. يعني غريبة جدا بأمانة. طيب هو طلع تليفونه وصور، اول سؤال دخل بالتليفون اللجنة ازاي؟ طبعا هو في تفتيش على اللجنة الصبح من الاداري طبعا. أيوه. الولد كان خب التليفون في مكان يصعب اليه وقعد. ماشي. يحصل عصا الكترونيه الساعه 9:30، بيمرر العصا الالكترونيه كده على جهاز طارق هدوء. لا انا الخط بيقطع جامد يا استاذ احمد، الله يخليك. انت بتقول تفاصيل مهمه وانا عايز اسمعها كويس. وقف في حاجه في الشبكه. حلوه جميله. بقول لحضرتك هو الصبح طبعا كله بيتفتش، بس في طلبه يعني بتعدي بطرقها طرق مختلفه يعني بالتليفون. ماشي. وفي تفتيش تاني 9:30 من خلال عصا الكترونيه كده بتمرر على جسم الطالب. طبعا في التفتيشين الطالب ما ظهرش انه معاه تليفون، وللاسف الشديد غريبه صور زمايله وصور المراقبين ونشر الفيديو. اصل التفتيش بالعصا الالكترونيه دي العصا هترن فلازم يتقفش، الغريبه انها ما رنتش. لا، في طلبه بتحطه في الشراب، وفي طلبه بتحطه في اسفل الديسك، وفي طلبه بتحطه تحت الديسك من تحت كده تحت الخشبه بتاعت الديسك. لا عندهم حيل. طيب طلع التليفون وبدا يصور، الناس اللي كانت في اللجنه بقى يعني الملاحظين والمراقبين كانوا فين؟ اتاخدوا في الرجلين يعني. لا، هو كده ما اتاخدوش في الرجلين، واحد طلع التليفون وقعد عمال بيصور الاسئله ما كانوش موجودين. يا يوسف ما كانوش موجودين. لا للاسف الشديد، نقطه من اول السطر، ما كانوش موجودين. وكانهم ما كانوش موجودين. يعني هم كانوا بره الفصل؟ لا، كانوا موجودين بس ولا كانهم موجودين. مش مهتمين بالقصة يعني؟ مش مهتمين بالقصة، ما خدوش بالهم يعني. خدوا بالهم بقى وقال لك عادي. وتمت احالتهم للتحقيق طبعا. انا عايز اقول ان عدد الملاحظين اللي اتحولوا السنة دي للتحقيق خيالي، رقم خيالي. تشوف ده كويس ولا وحش؟ طبعا وحش، لان الدولة كدولة عملت اجراءات السنه دي رهيبه. رهيبه، ما سابتش هفوه، مش عامله حسابها. ولكن الخطا السنه دي كله بلا استثناء من العناصر البشريه. انا اشوفه كويس. ما هو كويس من ناحيه ان الدوله ما بتسيبش حد مخطئ. ده معناه انه شوف، ده معناه انه ده شكل كان بيجرى لسنين طويله، وانه السنه دي اصبح في تشديد مذهل على انه المخطئ يجازى ويحاسب، والامور يعني ما تعديش مرور الكرام خالص على فكره. وفي شفافيه واضحه جدا لما رئيس لجنه نفسه يكون هو المخطئ، وزاره التربيه والتعليم بتقول لك رئيس اللجنه هو المتورط في الواقع. صح. دي ما كانتش بتحصل خالص. رئيس لجنة ده ممثل للوزارة. لما الوزارة تطلع تقول أنا عند الراجل اللي ممثل للوزارة في اللجنة دي هو المخطئ وهو ورا الموضوع ده، لا، دي حاجة تحصل للوزارة بأمانة. دي وزارة أمينة محترمة
عارفة حجم مسؤوليتها، هتحاسب المخطئ أيا كان هو حجمه إيه ومنصبه إيه ودوره إيه إلى آخره. النهاردة وقعت التفاضل والتكامل. ورقة الطالب غايب. غايب. النهاردة عشان بس الناس فاكرة إن الطالب هو اللي صور. لا، الطالب مش هو اللي صور. لأن الورقة اللي اتصورت واتنشرت النهاردة تخص طالب غايب. الورقة دي لما يكون الطالب غايب بتكون تحت مسؤولية رئيس اللجنة مباشرة. في مكتبه. الورقة دي اتصورت من دورة مياه إحدى اللجان. كيف وصلت إلى الحمام؟ هنا يأتي دور المحقق. هنا المتورط الأول في الموضوع رئيس اللجنة ومراقب أول اللجنة. هيتحقق معاهم فورا. خلاص دول هو مش بس هيتحقق معاهم. هو بنسبة 99.9 دول هيتحولوا النيابة العامة. والنيابة هتشوف شغلها في هذه الحال. التحقيق أصبح عند النيابة العامة هياخد مجراه. القانون واضح وصريح. القانون واضح وصريح. قانون 205 لسنة 2020 اللي يتعمد تصوير ونشر ورقة الامتحان على منصات التواصل أو الإنترنت حبس مدة لا تقل عن سنة وتزيد وتصل إلى 7 سنوات مع غرامة مالية تصل إلى 200,000 جنيه. عدل ربنا بصراحة. يعني ده ضيع نفسه ومستقبله وضيع أسرته وقد يفصل من التربية والتعليم. ما هو إذا شخص تورط وأدين ده راجل بيضر بالعملية التعليمية كلها، بيفسد مبادئ تكافؤ الفرص، بيخل بسمعة أو بيعرض سمعة العملية التعليمية في مصر لخطر حقيقي، وبالتالي يستحمل. هو مش خد القرار، يستحمل. بالغ، خد القرار راشد طبعاً، عاقل، مسؤول، وخد قرار زي ده، استحمل بقى. حلو. وأي طالب، أي طالب اتمسك بيستقبل إجابة عن طريق التليفون رسوب سنة كاملة في جميع المواد ومعاقبة المراقب اللي واقف عليه بالحرمان من الامتحانات 5 سنين وخصم 2 شهر من الراتب. أحسن. أي طالب داخل الامتحان واتمسك معاه تليفون مغلق. مغلق. حرمان ورسوب في المادة. هتقول لي ما غشتش، ما كنتش في نيه غش. لا، أنت كان عندك نية الغش. القانون واضح. سؤال، هل ده قانون ولا ده قرار وزاري؟ قانون. لا، أصل القانون لا يحاسب على نية كذا. لا، حيازة موبايل ولو مغلق رسوب في المادة. القرار واضح، يعني واضح. وعلى فكرة التعليمات دي موجودة في ورقة في 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 في, في رقم الجلوس. يعني الوزارة لما تيجي تحاسبك، التعليمات واضحة في ده. لما تيجي تحاسبك حاطة لك نقط هتمشي عليها، بيني وبينك دستور نتحاسب عليه. أخطأت في دي عقوبتها كذا، وأنت بتمضي على المحضر كده أنت عارف إن عقوبتها كذا. طب الطالب اللي صور اللجنة ده بتبقى عقوبته إيه؟ زيه زي الطالب اللي جاب موبايل لا مغلق لا لا. أو مفتوح ولا حاجة تانية. عقوبته رسوب سنتين. سنتين؟ آه. ده عامل زي بتاع زمان اللي بيتمسك يغش يدبسوله الفرقة يعني حضرتك ويسقط سنتين. حضرتك راتب كل المواد السنة دي ومالكش حق دخول الدور التاني، ولا السنة الجاية الدور الأول، ولا السنة الجاية الدور التاني. ان شاء الله تخش الامتحانات يعني 2025. ربنا يوفقك ان شاء الله. يدينا ويدي لك طول العمر. 2025. انا بشكرك جدا على المداخله وعلى هذا الشرح، لان ده مهم جدا، لانه الكلام اللي بتقوله. اشكرك جدا اولا استاذ احمد حافظ المحرر بشؤون وزاره التربيه والتعليم، او محرر شؤون وزاره التربيه والتعليم بجريده الاهرام. الكلام اللي قاله زميل عزيز احمد حافظ مهم في اطار ايه؟ انه تبقى الامور بس واضحه قدام الكل، واضحه قدام أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات، واضحة قدام السادة القائمين على العملية الامتحانية أو الاختبارية، عمليا المعنيين بالمراقبة داخل اللجان ورؤساء اللجان وكل من هو متعلق بهذه العملية. الكلام يبقى مهم جدا قدام أولياء الأمور، أنه يبقى عارفين كويس قوي. واحد، الموضوع ما فيهوش تهاون. والأهم من فكرة إن الموضوع ما فيهوش تهاون، إنه كمان ولي أمر الطالب الملتزم اللي مذاكر
حتى لو لا قدر الله مش مذاكر كفايه، على الاقل عارف ان العمليه التعليميه بتمشي في المسار السليم بمنتهى الامانه. واحد بيغش مع السلامه، واحد داخل يهزر مع السلامه زي اللي بيصور فيديو، والله حد متورط في شيء ما يتم التحقيق معاه واحالته للنيابه بالقانون. هو بقى منصبه ايه جوه الوزاره؟ القانون ما بيشوفش مناصب خالص. وزي ما بقول لك اروع حاجه انا بالنسبه لي شايفها هي انه مش هقول لك بقى لا نص الكوبايه مليان ولا نص الكوبايه فاضي. ما هو ما فيش حته في الدنيا 100% امانه. فما تقنعنيش ان كل السنين اللي فاتت دي يعني 100% امانه. لا، هو طبعا في عناصر ما بتبقاش كده. قليلين ماشي، المهم انه اتقفشوا. عشان كده لما الزميل احمد كان بيقول لي الموضوع سيء، قلت له انا شايفه حلو. طالما بنمسك الناس اللي بتغلط وبتتحاسب بما يرضي الله وطبقا للقوانين المعمول بها في البلاد انا مبسوط. يطلع فلان الفلاني كذا منصبه كذا يتقلد دي الوظيفه الفلانيه مش بيتحاسب، انا مظبوط. انا مظبوط فعلا، انا مبسوط، ده جيد جدا. طيب اخدكم على حاجه بقى عايزين نقعد ندردش فيها حبة. أظن كلنا عارفين قصة تايتانيك وعارفين السفينة تايتانيك وعارفين كل الكلام ده والفيلم الشهير وليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت وكل الكلام الجميل ده. طيب تعالى بقى ناخد ده ونقفز بيه على السنة دي، الغواصة تايتن اللي كانت نازلة علشان تشوف الحطام وما إلى ذلك. إحنا عندنا انفراد بالمعنى الحرفي يعني للكلمة. الانفراد بتاعنا هو حوار نستضيف فيه على التليفون المستكشف والمغامر ورجل الأعمال ألفريد هيجن على زوم بالمناسبة. وألفريد هيجن أنا أعرفه كويس من جوجل مما لا شك فيه، أعرفه يعني عارف هو بيشتغل إيه، عارف إن هو CEO بتاع شركة كبيرة وما إلى ذلك، وعارف شكله، فأنا مش متفاجئ جدا بضيفنا العزيز اللي بنشوفه قدامنا على زوم. وكان المفروض رجل الأعمال والمستكشف والمغامر ألفريد هيجن يكون موجود على الغواصة تايتن، فإحنا بنشكر ربنا انه ما كانش موجود وانه حي يرزق علشان كمان يبقى موجود في هذه الدنيا ونقدر نفهم منه هو ليه ما طلعش على هذه الغواصه من بنسلفانيا المستكشف والمغامر ورجل الاعمال ألفريد هيجن. اهلا بيك. وسعيد جدا بتواجدي معك سيدي. اشكرك. لقد كنت محظوظا حقا، لقد قمت بالغوص مرتين مع سفينة تايتانيك قبل هذه المأساة. نعم، ما حدث سيد يوسف كان مأساة بكل ما تحمله من كلمة. لم أكن بمقدوري اللحاق بتلك الرحلة معهم، فكنت محظوظا للغاية. صحيح، يعني شفت قبل كده تايتانيك او نزلت وغصت وشفت تايتانيك مرتين، كان ايه ممكن يبقى الدافع انك تنزل للمره الثالثه علشان تشوف تايتانيك؟ كان ايه اللي ممكن يبقى مختلف بالنسبه لألفريد هيجن؟ حسنا، من خلال تكراري للتجارب الأداء والغوص إلى الأعماق لأرى حطام تلك السفينة، من الهام جدا أن تفهم أن سفينة تايتانيك هي أكثر حياة عن ذي قبل منذ غرقها. أنك تقوم باستكشاف ما حدث في هذا الحطام وتحليل ما حدث أثناء غرق هذه السفينة العملاقة وإيجاد تفسير لذلك الأمر، وكيف تقوم بتحليل حطام تلك السفينة؟ طيب أنا يعني أريد أن أذهب إلى تحليلك لمسألة الأسباب وراء غرق تايتانيك، لكن خليني أسألك الأول، كيف ترى أسباب غرق تايتن الغواصة المنكوبة؟
لا أحد يعرف حقيقة الأمر حتى الآن، ولكن تخميني إذا خمنت عن هذا الوضع، أعتقد أن تخميني أنه هنالك ما حدث انفجار داخلي لذرات داخل هذه الغواصة، وأعتقد أن هنالك بعض من المراوح قد عملت اتجاه عكسي تعكس دورانها لتكرار هذه الغطس عملية الغطس لهذه السفينة، ولكن هنالك العديد من الأناس يعملون على تحليل هذا الوضع. طبعا نرى أن هنالك مسؤولية كبيرة على الشركة تجاه هذه المأساة. في بعض الأوقات تحاول أن تجد ما حدث بهذا الأمر، ولكن أن يتجه الأمر إلى الأسوأ، هذه ما حدث حقا كان مأساة بكل ما تحمله من كلمة. هم قد قاموا بالتجربة والمخاطرة وقبلوا بها من أجل الخوص على هذا العمق تحديدا. فنحن نعمل على تطوير المستقبل والعمل على زيادة سعة الاقتصاد، ونكتشف عديد من الطرق، نحن نكتشف ماذا يحدث، وما زلنا نعمل على اكتشاف ما حدث في خلال عام مضى، في خلال قرن مضى، ما حدث في هذه غرق السفينة العملاقة. نرى العديد من الأشخاص الذين يقبلون تلك المغامرات ويخوضوا التجربة والمغامرة، ولكنهم في نهاية المطاف يخسرون حياتهم من أجل خوض هذه التجربة. يريدون اكتشاف المزيد ويعملون على عمق أبعد وأبعد من أجل اكتشاف وتحليل كافة الأجزاء. وما أتفهم الوضع أن نحن نعمل على تحسين قوتنا في المستقبل. طب سيد ألفريد، يعني ألم تساورك شكوك أو قلق من طريقة تصنيع الغواصة، خاصة بعد ما قرأناه حتى ولو على بعض ما هو منشور على الإنترنت حول طريقة التصنيع، بعض الأجزاء كانت يعني قطع لبعض الألعاب الإلكترونية وما إلى ذلك، ألم يدفعك هذا إلى القلق أو الشك؟ لم أكن أتأكد من صيغة السؤال، ولكن إذا كنت تسألني عن ماذا حدث وانعكاس ذلك على التواصل الاجتماعي، أنا كيف يمكن للناس أن يتم محاكمتهم ومحاسبتهم عن طريق التواصل الاجتماعي، ولكن هم قاموا بقبول تلك المهمة، قاموا بقبول تلك التجربة والمغامرة على مسؤوليتهم، أنهم إذا كانوا غير مهتمين وغير حذرين لحياتهم، ولكن هنالك العديد من الأصدقاء الذين خسروا حياتهم من أجل هذه الرحلات وهذه الاستكشافات وخوض هذه المغامرات. أنا لا أعلم حقا طريقة تفكير هؤلاء الأناس وعقليتهم، أنا لا أعلم حقيا ما إذا كان تم اختبار هذه التكنولوجيا التي تم استخدامها في أعماق البحار، ولكن لدينا عديد من الإيجابيات للتواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية، ولكن ما نراه اليوم أن الأشخاص الحاليين أو الأناس في مواقع التواصل الاجتماعي يعشقون مهاجمة الآخر وينتقدون الآخر بدون المعرفة عن أبعاد الموضوع، ولكن أنا أتفهم ما شعور هؤلاء الأناس تجاه هذه الانتقادات والهجوم المستمر.
أولا أنا أشاركك جدا رأيك في مسألة أن الكثيرين من مستخدمي التواصل الاجتماعي يقومون بالحكم دائما على الآخر ولا يحاول أن يضع نفسه مكانه، فهو متسرعي الحكم دائما، وهو أمر مرفوض بالنسبة لي على الأقل، وسعيد بأنه نتشارك نفس وجهة النظر أو هذا الرأي. أفكر دائما في المستكشفين والمغامرين، أنا عندي شغف حقيقي في أن أنا أستكشف عقلية وطريقة تفكير المستكشف والمغامر، خاصة عندما يكون رجل أعمال ناجح. ما الذي يدفعك لخوض هذه المغامرة؟ الإنسان موجود على هذا الكوكب بالتأكيد للاستكشاف، لكن أحيانا يعرقله الخوف، ألا تخاف مطلقا؟ Have you afraid before? Well, yes. Part of the attraction of extreme adventures is طبعا هنالك العديد من المخاطر التي تحوم هذه المخاطرة، ونرى أنه كيف يقوم بالتواصل في هذا العمق، وهنالك العديد من المخاطر حول هذه الرحلة أو في أي مغامرة هنالك مخاطرها الجسيمة. نعم، هنالك من يقبلون بتلك المخاطرة، هنالك من يقومون بخوض هذه التجربة، وإذا عرفنا إذا كان هنالك ليس أي هنالك مخاطر أو أخطار تحوم هذه الرحلة، ما كنا لنقوم بها. بالنسبة لماذا حدث لهذه الغواصة، يعني هنالك خطأ ما، ولكن إذا قاموا بقبول هذه الرحلة، ولكن أنا لدينا العديد من المهمات التي نقومها، ولدينا العديد من عمليات الغطس التي نجحت من قبل، ولكن بالنسبة لزيارتنا لسفينة تايتانيك حدثت هذه المأساة، ولكن يعني كنت محظوظا بعدم الذهاب في هذه الرحلة. ماذا كانت الأسباب وراء عدم لحاقك بهذه الرحلة؟ You didn't catch this trip. ماذا كانت الأسباب وراء عدم لحاقك بهذه الرحلة؟ لم يكن لدي متسع من الوقت، كنت أراقب أعمالي الخاصة، كان لدي عديد من المشاريع الكبرى والعملاقة، فلم يكن لدي جدول متسع من الوقت في جدول أعمالي كي أكون صادقا معك. الرحلتين السابقتين يعني سبقوا أن قمت بالغطس واستكشاف ما هو حول السفينة تايتانيك، ماذا رأيت في هذه السفينة، وكيف تحلل غرق هذه السفينة العملاقة منذ أكثر من 100 عام؟ You're asking me why I care about the Titanic? No, I'm sorry. I wanted to visit it. Yeah, to me, the Well, if you're asking me to analyze why the Titanic is important to me and why I dove on it, I can clearly answer that. The Titanic to me was the أهمية سفينة تايتانيك العملاقة لي بالتأكيد سوف أجيب، ولكن ماذا حدث أنه كانت عمق السفينة في ذلك التوقيت، كان هنالك يعني ثورة صناعية هائلة لإخراج سفينة تايتانيك، السفينة التي لا تغرق، هذه السفينة التي تخوض المغامرات وتصنع وتقطع المسافات في المحيطات.
industrial revolution and our prosperity mm-hmm. was leading us to a world beyond war, where everything could was possible. وكيف هنالك أن كل شيء ممكنا في هذا العالم. حتى إن كان حدث لهذا الأمر لسفينة تيتانيك العملاق أن كيف أن تقوم بالغرق وأن نرى الآن حطامها على بعد قرن من الزمان. ولكن ما نرى أن هنالك العديد من المشاهير الذين لديهم عديد من اللحظات المأساوية في حياتهم الشخصية، وكيف يمكن أن تخسر العديد من المشاهير في تلك الرحلات العملاقة، وكيف حدث الأمر في الثورة الصناعية في القرن 18، وكيف كانت وسيلة التكنولوجيا لمقاومة الحروب. ولكن نحن إذا سألتني عن هذا فهنالك ثورة صناعية قمنا ببدئها منذ هذا القرن حتى الآن، وما زلنا نبحث حقا عن سبب غرق تلك السفينة العملاقة، ولكن هذا السبب لم نكتشفه بعد 100%. بالطبع هنالك العديد من المشاكل أو من الأزمات التي تستحدث أثناء قيام أي رحلة، ولكن لا نعرف حقا عن ماهية السبب الحقيقي لذلك الأمر. أشكرك جدا وسعيد بهذا الحوار، وإن كان قصير، إلى أن نلتقي. أتمنى أن احنا نلتقي بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أتمنى أيضا أنك تكون موجود عندنا هنا في جمهورية مصر العربية. هتقدر أنه هنا تستكشف الكثير من الأمور في أرجاء مصر بشكل عام، وفي مناطق البحر الأحمر أيضا، بما أنه أنت أحد أهم وأكبر وأشهر المستكشفين والمغامرين والمهتمين بمسألة الغطس والاستكشاف تحت سطح الماء. فأنا أدعوك أنك تيجي تنورنا في مصر وفي البحر الأحمر، يعني سوف تستمتع جدا بالكثير من هذه الرحلات. أشكرك جدا المغامر والمستكشف ورجل الأعمال ألفريد هيجن، كان معنا في لقاء أعتقد يعني حصري داخل جمهورية مصر العربية، وأظن في الشرق الأوسط انفراد خاص للتاسعة. فاصل ونكمل الكلام. طيب تاتا تاتا، واحدة واحدة ممكن نسمع بيان. طيب البيان من شركة تذكرتي. شركة تذكرتي تكذب ما نشر بجريدة المصر اليوم حول أسعار تذاكر تامر حسني. في إطار قيام شركة تذكرتي بإصدار وبيع تذاكر حفلات وفاعليات مهرجان العالمين 2023 والذي يقام بمدينة العالمين الجديدة، انتشرت بعض الأخبار المغلوطة بخصوص أسعار تذاكر أولى حفلات الموسم، وهي حفلة الفنان تامر حسني، وتم تداول أسعار مخالفة لما هو عليه بالموقع الرسمي لشركة تذكرتي، حيث نشرت جريدة المصري اليوم، والتي نقول لك إن نص البيان، والتي لم تراعي الدقة في النشر، أن سعر التذكرة في الفئة الأولى هو 75,000 جنيه مصري، وهو ما يخالف الحقيقة، حيث أن السعر الرسمي هو 7,500 فقط لا غير، ما بين قوسين يعني عشر المبلغ، وأن السعر الذي تم نشره بالجريدة هو سعر 10 أفراد من الفئة الأولى وليس الفرد الواحد. كده ينتهي البيان بتاع شركة تذكرتي، تذكرتي إيفنتس. عجبني هنا الجملة اللي استخدمها البيان الخاص بالشركة، قال لم تتم مراعاة الدقة. وخلي بالكوا يا جماعة، في حاجات معلش لازم جدا 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 نراعي الدقة في كل ما يكتب. احنا دولة كبيرة وصحافة عريقة، وبالمناسبة
أنا من الناس اللي تجيب المصري اليوم يوميا وأقراها من الصفحة للصفحة. فكان لازم 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 10 مرات لازم باعتبار أن التذكرة طلعت العشر. لازم نراعي الدقة في الحالات اللي زي كده. طبعا زملاء وأساتذة كمان أكبر مني موجودين في المصري اليوم مش محتاجين مني ده. لكن أقوله ليه؟ إحنا ما ينفعش نترك نفسنا نهبا لقيل وقال في الحالات اللي زي كده. خبر زي ده أصل خلي بالك لما أقول النهاردة التذكرة ب75,000 أنا ممكن أبقى أنا أدبيا أنا يوسف يعني أبقى شايف لا ده تذكرة العالمين يا رب تبقى ب750,000 كمان. تامر حسني فنان ونجم كبير ويستاهل قد كده 1,000 مرة. كل ده التقدير الأدبي تقديرك المعنوي. لكن لما نجي أقول والله ده في تذكرة ب75,000 أنت هنا بتسبب بلبلة اجتماعية. رقم زي ده يقلق يخض يخلي ناس تشعر باستياءات يخلي ناس من جوه تغلي حقه بصراحة. أنا لما حد النهاردة بيقول لي ده التذكرة بكذا قلت له إيه؟ ليه؟ عشان ايه؟ انا بقولك بامانه ليه؟ عشان ايه؟ لا يا عم ده منشور. استحاله استحاله مش ممكن. يعني احنا عاملين اكبر مهرجان مش بس في مصر ده في الشرق الاوسط بالكامل واظنه اهم مهرجان وأظن بإذن الله سبحانه وتعالى دي أمنيتي اللي أنا عندي شبه يقين بأن ربنا سبحانه وتعالى حققها لنا لأن احنا اشتغلنا. أنا بكلمك هنا على مصر اشتغلنا على العالمين كمشروع عظيم وكبير من مشاريعنا المحورية العملاقة العظيمة واشتغلنا على هذا المهرجان يعني بمنتهى الدقة بمنتهى الدقة. فربنا بإذن الله هيكرمنا هيبقى فعلا مهرجان قد ما بقول ويمكن أكتر شويتين ثلاثة. فبعض الأخبار قد تفسد وجبة على شوية ملح. لازم دايما نتحرى الدقة خصوصا عندما تكون هذه الدقة متعلقة بأبعاد اجتماعية. أدي كل المسألة. فتاني التذكرة يا جماعة ب7,500 مش ب75,000. سهلة دي بسيطة. تذكرتي وضحوا بمنتهى السرعة بمنتهى الوضوح بمنتهى الدقة مشكورين وبمنتهى الكياسة بالمناسبة وبمنتهى الدبلوماسية. تعالى بقى ناخد بعضنا ونروح على حاجة برضو من الحاجات شديدة الأهمية. مصر لأنها ما هياش دولة صغيرة مصر اللي بتقول عليه بتعمله ومصر ما بتاكلش حق حد ومصر ما بتوعدش وتخلف. مصر وفت بالوعد واستكملت تعويض أهالينا أهالينا وربنا عالم بقى وهم بصراحة أهالينا في النوبة عارفين أنا أحبهم قد إيه أهالي النوبة لفترات إنشاء السد العالي فتستكمل هذه التعويضات ويبدأ التقديم من اليوم. أستاذ عبد الفتاح حسن الرئيس السابق للاتحاد النوبي بمحافظة أسوان يا أهلا وسهلا. ألو ألو أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يادي الهنا يادي النور. ووطي بقى التلفزيون ونسمع بعض من التليفون. ازاي الحال؟ كله تمام؟ اخوك يوسف ولا يوسف بيه ولا حاجه؟ اخوك يوسف ولا يوسف بيه ولا حاجه؟ سيبك من الالقاب دي انت اللي على راسي. الله يخليك يا فندم. الله يخليك. انا كنت بتكلم على انه وفاء الدوله استكمال تعويضات اهالي النوبه لفترات انشاء السد العالي وانه التقديم يبدا من النهارده. قول لي طبعا احنا بنشكر بطالة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اول رئيس جمهوريه يوفي بوعده بتعويضات اهالي النوبه. في تاريخ الدوله المصريه تم تعويضات اهالي النوبه. مفيش رئيس جمهوريه قبل كده استكمل تعويضات اهالي النوبه. عشان كده طبعا احنا بنفتخر بالسيد الرئيس اللي هو يعني عمل وفاء الوعد
زي ما وعدنا أوفاء. وطبعا بنشكر يعني جزيل الشكر لأبناء أسوان يعني وجميع المحافظات اللي موجودين في أبناء النوبة. وطبعا يعني نشكر معالي الدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى كمال نجيبي طبعا بنفسه جه هنا وإدى العروض والسندات الرسمية للناس المتضررين، ومعاه معالي اللواء محافظ أسوان اللواء أشرف ضياء عطية المحترم. طبعا كان في احتفالية كان جميلة كانت في 2017 ابتدى التعويضات على النوبة، وكان يعني احتفالية كانت جميلة جدا، ويعني يعتبر يعني التعويضات كلها يعتبر يعني شبه استكملت، بس في بعض يعني في بعض المعوقات والحاجات اللي موجودة زي الأوراق الروتينية طبعا لتقديم المستندات المطلوبة. طبعا في يعني التعويضات لجدود الجدود يعني في أوراق مش موجودة للأحفاد كده. عشان كده لما كانت المعالي تطالب الأستاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي يظبط لنا الحاجات دي في السكة زي ما هو وصف الوعد يعني. وفي عقبات كده بتسليم أراضي برضك وحصول في البرجندي النوبية، كنا عاوزين الجماعات الزراعية تشتغل، وزي ما طبعا كان الاتفاق ان الجماعات الزراعية تسلم الأراضي لحد دلوقتي ما فيش كلام يعني. وكنا ونتمنى من الأب الروحي عبد الفتاح السيسي ان يحقق لنا أمان أهالي النوبة بتنفيذ مادة 236 مشاركة أهل النوبة بالتنمية في أراضي النوبة القديمة. وطبعا احنا كلنا طبعا مع القيادة قيادة السيد الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي في المساحة العامة ولإنشاء طبعا الجمهورية الجديدة 2030، احنا معاه قلبا وقلبا أهل النوبة كله وراء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. والله بص استاذ عبد الفتاح، انا هقول لك على حاجه جميله. اولا هنتفق على انه حق كل مصري هو حق مصر كلها، وبالتالي مساله الوفاء بهذا الوعد لانه ده حق مصر على المصريين، ده نمره واحد. نمره اتنين، انا اعتقد بل انا اقول لك ايمان كامل، اي شيء في شكل من أشكال التسهيل لتذليل أي عقبات ثقناها تحصل وتحصل النهاردة كمان قبل بكرة. فخامة الرئيس لا يترك لأحد أمر ما يظل مفتوحا دون حل. الرئيس بيشتغل طول الوقت على مصلحة المصريين بشكل عام، لا يفرق بين مصري وآخر، لا اللي في الجنوب مختلف عن الشمال ولا اللي في الشرق مختلف عن الغرب، ثق 100% 100%. وأنا بقول لك إنه كل اللي حضرتك قلته ده قلته هنا على التلفزيون المصري في برنامج التاسعة على القناة الأولى، يعني القناة الرسمية لجمهورية مصر العربية، ثق انه يصل الى الرئيس باذن الله خلال يعني دقائق، ده لو ما كانش ثواني. انا بشكرك مره تانية استاذ عبد الفتاح حسن الرئيس السابق للاتحاد النوبي بمحافظه اسوان. بدا التقديم، في اي حاجات مطلوبه لتذليل عقبات معوقات الى اخره، ثق 100% انها باذن ربنا سبحانه وتعالى تخلص. طيب الاستاذ عبد المنعم مدبولي أو كما نعرفه باسم بابا عبده هو أسطورة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. رجل مهول مهول، حظي الجيد العظيم الرائع إن أنا قابلت الأستاذ عبد المنعم مدبولي مرة واحدة بس في حياتي، كنت أتمنى قبله كتير جدا ولكن كان حظي حلو إن أنا قابلته. وقابلته لأن ربنا بيسبب الأسباب في مكتب أمي الروحية زي ما بتقال أستاذتي واللي علمتني الله يرحمها يا رب، الإعلامية العظيمة والإذاعية الشهيرة أستاذة صديقة حياتي الله يرحمك. فكنت أنا داخل لها المكتب وأنا يعني
هي كانت تعتبرني زي يوسف ابنها، لأنه طبعا ابنها يوسف الشهير يوسف ألطاي، وكانت تعتبرني يعني زي ابنها كده، وكمان اسمي يوسف. فأنا عندي شغل ما عنديش شغل، أنا رايح الأستاذة صديق، خبطت المكتب دخلت عملت كده، لأن أنا لقيت الأستاذ عبد المنعم مدبولي في مكتب أستاذ صديق. قلت لها أنا آسف يا فندم، ورحت راجع. قالت لي اتفضل يا ابني، ونصا قالت كده، قالت له يا بابا عبده أنا عايز أعرفك على ابني البكري يوسف. فابتسم في هدوء ووقار شديد، وابتسامة بقدر هدوءها بقدر أيضا حزمها، فسلمت عليه. أنا متشرف بمقابلة سيادة حضرتك يا فندم. قال لي أهلا وسهلا. بالظبط كده، كانت أستاذة صديقة قاعدة على المكتب، هنا كان الأستاذ عبد المنعم مدبولي، وده الباب. فأنا دخلت كده، وطبعا احتراما لهذه الجلسة أو هذا الاجتماع أو هذا اللقاء، ففي زي كنبة صغيرة كده كانت ورا الكرسي بتاع أستاذ عبد المنعم مدبولي، فرحت رايح قاعد على الكنبة في هدوء، باعتبار أن أستاذ صديق الله يرحمه، رب الله يرحمه جميعا، سمحت لي بالدخول في هدوء وصمت. 10 دقايق أستاذ صديقة قالت لي مش عاوز تتكلم مع بابا عبده يا يوسف. فضحكت وسكت. قالت لي أنت مكسوف؟ قلت لها أنا مش بس مكسوف، أنا مذهول، متفاجئ، فرحان، وفي نفس الوقت أنا طبعا مش عايز أقطع الحديث. أنا بقى في قرارة نفسي أنا كنت مخضوض. شخصية فريدة جدا. خليني أخد معايا على التليفون أستاذ محمد شوقي الكاتب والمؤرخ الفني. أهلا أهلا أهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. عامل ايه يا استاذ محمد، اخبارك ايه؟ الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب، ربنا يخليك يا رب. عبد المنعم مدبولي الله يرحمه، انا وصفته باعتباره اسطوره حقيقيه، اسطوره في تاريخ المسرح المصري، اسطوره في تاريخ الدراما المصريه، اسطوره في تاريخ السينما المصريه، كصانع كمان. مش يعني عشان الناس ممكن تبقى دايما متصورة انه الفنان الممثل الكبير المهول العظيم عبد المنعم مدبولي هو مخرج وصانع ومكتشف مواهب الى اخره، صح؟ طبعا زي ما حضرتك قلت يا استاذ يوسف، هو الاستاذ الكبير عبد المنعم مدبولي هو اسطورة، اسطورة فنية متكاملة، سواء في السينما وفي المسرح وفي الاذاعة وفي الدراما. يعني يعني الاستاذ الكبير عبد المنعم مدبولي قدر يقدم امتداد كبير قوي للعملاق نجيب الريحاني، يعني اذا جاز لي هذا التعبير. لان عبد المنعم مدبولي ما كانش زي ما حضرتك اشرت طبعا، ما كانش مجرد ممثل مسرحي او ممثل كوميدي، ده كان يعني مخرج ومؤلف ومكتشف نجوم. صح. لك ان تتخيل يا استاذ يوسف ان الاستاذ عبد المنعم مدبولي اكتشف مين، يعني قدم مين للمسرح؟ عمالقه الزعيم عادل امام في مسرحيه انا وهو وهي. صح. هو اللي قدمه للفنان الكبير فؤاد المهندس في دور صغير في بدايه حياته، هو اللي اقنع الفنانه الكبيره سهير البدري بانها تكون ممثله كوميديه، وخرجها من عباءه المسرح القومي عشان تصبح من واحده من افضل نجمات الكوميديا في تاريخنا كله. الله يرحمها يا رب. الى جانب قدم مين في مسرحيه هلو شلبي؟ سعيد صالح ومحمد صبحي واحمد زكي. صح. يعني حتى في مسرحيه لوكانده الفردوس، حتى لو حضرتك تتذكر البنات اللي كانوا مع امين الهنيدي. ايوه. بنات بابا. بس بالظبط كانوا مين؟ كانوا هاله فاخر، وفي بنت في النص ما اتشهرتش فيما بعد، يعني هاله فاخر وبوسي ونوره. ايوه. وكان في ايضا في المسرحيه الفنان الكبير الاستاذ صالح السعداني. طبعا. يعني شوف الاسماء، اسماء عظيمه، اسماء كبيره جدا قدمها الاستاذ الكبير عبد المنعم مدبولي. وعايز اقول كمان حاجه يا استاذ يوسف، ان عبد المنعم مدبولي يكاد يكون المخرج المسرحي الوحيد اللي كان مخرج شباك. اسمه لوحده يجيب الناس. دايما الاسم اسم البطل، اسم البطله. أو المجموعة كلها الخاصة بممثلين، لكن الوحيد حتى كان اسمه كمخرج دايما اسم المخرج بيكتب في الآخر، يعني على أفيشات العرض أو أفيشات المسرح، لكن كان دايما مسرحية من إخراج عبد المنعم مدبولي. تخيل حضرتك على أفيشات المسرح، الأفيشات المسرحيات، وده إن دل على شيء بيدل على إنه اسمه لوحده بيجذب الجمهور حتى لو كان مخرج مش بطل في العرض.
عارف انا كمان كان يلفت نظري جدا، ويمكن ده انا بعد كده فهمته، لان انا لقيت استاذ عبد المنعم شخص جاد جدا وحازم جدا الله يرحمه جدا، ويمكن دي كانت جلستي الوحيده معاه واللي اسعدني بيها الحظ. بابا عبده ما كانش بس بيمثل كوميدي، بابا عبده ليه ادوار تقلق، وهنا تشوف عظمه الاداء. يعني كان ليه مشهد مع سعاد حسني يخوف، مع انه ما حاولش يبدو بشكل الشرير التقليدي، وهو قاعد عمال بيساومها على انه يعني تخلي عادل امام يسكت وهي ما تعملش قضايا وما تعملش هوسه ماذا والا. ده مشهد ما فيهوش كوميديا على الاطلاق. هو زي ما حضرتك اشرت يا استاذ يوسف، هو عبد المنعم مدبولي ايضا الكوميديان الذي ابكى الجميع. لك ان تتخيل يا استاذ يوسف ان عبد المنعم مدبولي ابكى الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب بعد ما غنى اغنيه طيب يا صبر طيب، يا صبر طيب، في فيلم مولد يا دنيا سنه 76، وهذا الفيلم من انتاج صوت الفن اللي كان في طبعا اللي كان بيمتلكها محمد عبد الوهاب الموسيقار الكبير. فابكى، تفاجأ بان ده اداء، مش ده اداء كوميدي، ده مش ممثل كوميدي خالص. هو ابدع ايضا في التراجيدي من خلال مولد يا دنيا، من خلال احنا بتوع الاتوبيس، من خلال الحب في الزنزانه زي ما حضرتك اشرت فيلم سعاد حسني وعادل امام، ايضا من خلال دوره العبقري في مسلسل الشارع الجديد اخراج المخرج الكبير محمد فاضل اللي كان قايمه دور عبقري، يعني دور ماساوي وميليو دراما، يعني من اهم الادوار اللي قدمها. يعني هو ابدع في الميليو دراما كما ابدع في الكوميديا، الى جانب اعماله في الاطفال، اعماله اللي قدمها للاطفال يا استاذ يوسف، يعني مش ممكن ننسى ابدا يعني الاغاني اللي تربينا عليها. ان والشاطر، كان في واد اسمه الشاطر عمرو طبعا، وتوت وتقطر الزغنطوط طبعا، واغنيه السبوع في فيلم الخطيب، يعني والفوازير اللي عملها، فوازير جده عبده زرع ارضه، جد عبده رحمة كتابته، وكمان في اعياد الطفوله كان قاسم مشترك مع الفنانه طفاء ابو الفوز. أيوة، في حفلات اعياد الطفوله من الشمس البرتقاني عليها ليا سنه. ايوه، الشمس البرتقاني عليها سنه، وعمل شريط للاطفال، يعني هو اصدر، يعني اصدر شريط خاص للاطفال، يعني هو اصدر شريطين، شريط الاغاني اللي كان بيقدمها فيها شريط طيب يا صبر طيب، انتجه له مخصوص الموسيقار محمد عبد الوهاب في شركه صوت الفن، وشريط اخر شريط خاص بالاطفال للاغاني الاطفال اللي قدمها. ويعني هو كان متعدد المواهب، ممثل ومؤلف ومخرج ومغني وللاطفال وللكبار، وممثل كوميدي وممثل بيليو دراما، يعني ومكتشف وصانع نجوم. هو كان اسطوره متكامله في جميع المجالات الفنيه. انا بظن، صححني برضو، انا بظن ان استاذ عبد المنعم مدبولي كان هو الوحيد اللي عنده مدرسه بدءا من جيله، يعني بالتاكيد انه الريحاني عنده مدرسه، بس كلمه مدبوليزم، الازم دي ما اتحطتش مع اسم غير مدبولي، مع انه بالضبط. في نجوم كتير وفي مدارس بالضبط. كبيره كتير، بس الاي اس ام دي ما اتحطتش غير لعبد المنعم مدبولي. بالظبط يا استاذ يوسف، كما قلت لحضرتك في البدايه ان هو فعلا يعد الكوميديان الثاني او المدرسه الثانيه بعد نجيب الريحاني العملاق الكبير فيلسوف الضحك يوسف نجيب الريحاني، لان نجيب الريحاني اساسا يعني هو كل هؤلاء النجوم خرجوا من عباءه نجيب الريحاني، سواء كان عبد المنعم مدبولي او فؤاد المهندس ومحمد عوض وامين الهنيدي، كل هؤلاء الكوميديانات فيما بعد كلهم خرجوا من عباءة نجيب الريحاني، لكن عبد المنعم مدبولي تميز عن كل ده او تفرد عن كل هؤلاء الاسماء العظيمه ان هو عمل مدرسه. هو اخرج، تخيل حضرتك، اخرج لمسرح اسماعيل ياسين، واخرج لما السيده ميري منيب كونت فرقه الوحيدة بعد استقلالها فرقه الريحاني، اخرج لها ايضا مسرحيه، وفي المسرح الحر والمسرح الحديث ومسرح التلفزيون وفرقه الفنانين المتحدين، يعني هو كان جميع المسرحيات او تقريبا 90% من المسرحيات اللي احنا حبيناها وتربينا عليها وعشناها اخراج عبد المنعم مدبولي. نمرة 2 يكسب، مطرب العواطف، مطار الحب، لوكاندة الفردوس، انا وهو هي سكرتير، يعني كل الاسماء المسرحيات العظيمه اللي احنا تربينا عليها في الستينات وما بعد الستينات هي اخراج عبد المنعم مدبولي او تاليفه او بطولته. يعني هو كان مدرسه كبيره جدا في كل شيء، هو تميز ونجح وتالق
في كل شيء قدمه، عشان كده اسمه سيظل اسطوره من اساطير فن الكوميديا التي لن تتكرر. مما لا شك فيه. انا بشكرك جدا 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 كاتبنا ومؤرخنا الفني الكبير استاذ محمد شوقي، نورتني وشرفتني، وببقى مبسوط قوي لما يعني بنتكلم عن القامات والقيم الكبيره جدا. هقول لكم ايه تاني؟ هو ده جزء من ارثك، ميراثك، نعمه ربنا عليك المصريين. والله العظيم ثلاثة، نعمة ربنا علينا، مش عايز أقول كلمة إحنا، لكن هي تركيبتنا كمصريين. أنا ضد تماما كلمة مصر هبة النيل. النيل نهر مر وجري وروى وبنى شعوب وحضارات جميلة وعظيمة ومجتمعات عظيمة جدا، لكن جه عند مصر وكان الوضع مختلف. فلو انه مصر هبت هذا النهر العظيم، طب كان الهبه دي تتوزع على كل الشعوب والمجتمعات دي؟ لا، مصر هبه المصريين، مصر عقول وايدين وافكار المصريين، بامر ربنا سبحانه وتعالى يسبب الاسباب. هذا الشعب الفائق ربنا اختار هذه الارض انه يبقى عليها هذا الشعب الفائق. تيجي تقولي بس أصل، هقول لك وأكم من أنهار في الدنيا، هو في زي القارة الخضراء أوروبا؟ خضار وحاجة عظمة على عظمة، عارف أنت بتوع البطيخ يقول لك حمار وحلاوة، خضار مية، عدد قليل من الناس، يعني مفيش استهلاك للموارد، ما عملوش عشر معشار الحضارة المصرية. قامت حضارات في أمريكا اللاتينية ما تجيش ربع الحضارة المصرية، وهكذا. مصر حاجة تانية. أستاذ عبد الحليم مدبولي طبعا ثنائية عظيمة، ونحتاج والله نتكلم فيها مع الأستاذ فؤاد المهندس الله يرحمه يا رب. ودايما أنا أقعد لما بتفرج على، عشان شفت دلوقتي حالا كانت الصورة بتاعة أستاذ عبد الحليم مدبولي الله يرحمها يا رب، حبيبة قلوبنا جميعا، وأنا بالذات شادية الله يرحمها أحبها قوي قوي. فالصورة بتاعتهم في راية وسكينة، هنا لازم بقى تشوف الأستاذ لما ياخد بإيد شادية على المسرح. شادية اسم عظيم وكبير جدا في السينما، اسم عظيم وكبير جدا في صناعة الغناء، المسرح ما كانش لعبتها. فالأستاذ ياخد شادية يخليها نجمة مسرحية. حد تاني في زمن تاني يمكن في أرض تانية ما بيفكرش كده. أنا هنا برضو تشوف روعة وعظمة رحمة الله عليها جميعا سوير البابلي، اللي ما حاولتش تيجي على شادية. سوير البابلي الله يرحمها وحش على المسرح، لا بتاخد بإيد شادية، وشادية تبقى نجمة، هي تشتغل تجتهد، وهي أصلا كل الناس تحبها، فالقبول طول الوقت موجود. طب المسرح مش لعبتي، تلاقي عبد المنعم مدبولي وتلاقي سهير البابلي واخدين ايدها وطايرين في السماء. دي روعة هذا الجيل، مش بس كده، دي روعة الفنانين المصريين. خلونا بقى نروح لفقرتنا الرئيسية، حاجات بقى من اللي انا بحبها جدا. المصدر، انا احب المصدر قوي بصراحة. المستورد اقول له خف علينا حبتين، احنا عايزين نصدر اكتر. فاقول انه بيتعمل تسهيلات جديدة للمصدر مما لا شك فيه، وللمستورد لتسهيل أموره أيضا، ونبدأ نربط ما بين المنظومة الجمركية نافذة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، كل ده يسهل عملية اقتصادية أنا وحضرتك نستفيد. معانا بعد الفاصل ضيفتنا العزيزة، تنورنا داخل الاستوديو، دكتور نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية. الموضوع ده خطير جدا، استنونا بعد الفاصل. أهلا 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 بحضراتكم. طيب خلونا الأول نرحب بضيفتنا العزيزة دكتور نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية. السياسات المالية ده اسم مهم جدا. ازيك الأول؟ أهلا وسهلا. أنا عايز نتكلم حبتين ثلاثة على التصدير، لأنه كلنا القاسي والداني زي ما بيتقال،
أبسط مواطن وأكثر المواطنين انشغالا يعلم جيدا أنه التصدير يعني عائد داخل، يعني تشجيع لتصنيع إلى آخره. إيه اللي نقدر نعمله أو إيه اللي بتعمله الوزارة لتشجيع مسألة التصدير ودعم التصدير؟ طيب الحقيقة في برنامج ابتدى من سنوات كثيرة، هو برنامج دعم الصادرات. حلو. ده يعني برنامج متبع في دول كثيرة مصدرة، ببساطة كده إن الدولة بتشجع أي حد بيصدر. بعد ما بيتم العملية التصديرية أو المصدر ده بيكمل العملية التصديرية وبيثبت إن هو كمل العملية التصديرية، الدولة بتدعمه بجزء مادي أو يعني كاش في إن هو عمل عملية التصدير، فبترجع له جزء من الفلوس اللي هو صدر بيها. حاجة أقرب لفوليوم ريبيت يعني. بالظبط، يعني زي دعم صادرات في شكل كاش. وبعد كده هحكي لحضرتك على مبادرات تانية عملناها في أشكال أخرى أخذت شكل الدعم برضو غير الكاش. طيب أبدأ الأول بقصة الدعم الكاش ده. بيتبني إزاي وبقدره إزاي؟ طيب ده طبعا شغل أكتر وزارة التجارة والصناعة، هم عندهم زي جداول ومعادلات بيشوف المصدر ده صدر لأنهي دولة، لأن في مثلا بعض من الدول بتحتاج دعم أكثر زي مثلا أفريقيا لأنها صعب الوصول إليها، وعايزين أن احنا نشجع الصادرات ليهم ونشجع التعاون طبعا التجاري ما بيننا وما بينهم بصفة عامة. فمثلا أفريقيا ممكن تاخد دعم أكتر، ممكن مثلا لو على حسب قيمة قيمة الصادرات بتبقى قد إيه، فبتدخل في شرايح. يعني ده شغل أكتر الحقيقة وزارة شرايح ودي تبع وزارة الصناعة. بالظبط كده، بتبقى بحسب جداول وبحسب شوية شروط ومستندات وقد إيه المكون المحلي. يعني أنا كمان كمصدر بحط مكون محلي قد إيه من عندي، ما يبقاش بس مجرد مواد خام أو مواد إنتاج ومستلزمات إنتاج مستوردة فقط، لا لازم بكون برضو بحط من المكون المحلي ومن عندي. فدي كلها بتخش زي ما حضرتك تقول كده في معادلات وجداول، ويطلع قصادها قد إيه الدعم المستحق للشركات. عظيم جدا. لكن من ناحية أخرى بقى عندكم في الوزارة في أكتر من مبادرة لدعم التصدير والمصدرين. نبدأ الحكاية دي، أستأذن بعد الفاصل ونرجع نكمل الكلام مع دكتور نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية. استنونا بعد إذنكم. تصدير يعني تصنيع، تصدير يعني إنتاج، تصدير يعني جلب للعملة الصعبة على طول كده، تصدير يعني أنا موجود في الأسواق العالمية، وبالتالي فتح المزيد من المساحات للصادرات المصرية نتيجة الجودة والكفاءة اللي بنقدر نقدم بيها المنتج بتاعنا. أجدد الترحيب مرة تانية بدكتور نيفين منصور وأسأل هنا بقى على المبادرات المختلفة. تمام. إحنا بعد 2011 يعني تعثر الصندوق لمدة سنوات عديدة عن دفع دعم الصادرات. فجينا الحقيقة في 2019 طبعا نظرا لأهمية زي ما حضرتك تفضلت وقلت الصادرات جزء مهم جدا للاقتصاد القومي، لأنه من ناحية بيشغل العمالة وبيساهم في دورة الاقتصاد والنمو، وكمان بيجيب لنا عملة صعبة. فهي الحقيقة من جميع النواحي الصادرات مهمة جدا. صحيح. وعارفين كمان ان دعم الصادرات الشركات بتعتمد عليه بحيث ان هي تقدر سواء انها تفضل شغاله او انها تخش اسواق جديده او تخش معاها في دوره الانتاج تساعدها في دوره الانتاج وهكذا. فجينا في 2019 حطينا الحقيقه 5 مبادرات كانت افكار جديده ازاي نقدر ان احنا نرجع مستحقات المصدرين المتاخره. دي ما كانش في شكل كاش زي اللي هحكي لحضرتك عليها المبادرة السادسة بعد كده اللي جات كاش. طيب فكرنا ايه الافكار من غير ما نحط زي ما يقولوا ضغط جامد قوي على موازنة الدولة في سنة واحدة، وفي نفس الوقت عايزين نساعد المصدرين. طيب فقلنا في مبادرة المقصة، حضرتك شركة عليك ضرائب عليك جمارك، هنعمل لك مقصة ناخد من اللي ليك كمستحقات ندفعه للي على حضرتك مديونيات. هنشيل من هنا نحطها هنا. هنشيل من هنا نحط هنا. يبقى الشركة كده استفادت، المصدر استفاد، بدل ما عليه فلوس هو كده خلاص ايه
دفع مديونياته. دي الحقيقة اشترك فيها يعني عدد حوالي مثلا 1200-1500 شركة مصدرة، وسددنا حوالي 1 مليار جنيه نيابة عن المصدرين للجمارك والضرائب. جميل. طيب كان في يعني مبادرة أخرى، قلنا طيب بالنسبة للمصدرين الصغيرين، صغار المصدرين دول بيحتاجوا مساعدة سريعة وبرضو أمورهم بسيطة، فمش هتحط ضغط جامد على موازنة الدولة. فقلنا كل مصدر ليه لحد 5 مليون جنيه هندفعها له فورا. وطبعا دي برضو استفاد منها عدد كبير جدا أكيد. من المصدرين. جه قلنا بعد كده مبادرة رقم 3، ان احنا زي ما عملنا حاجة للصغيرين هنعمل حاجة برضو للكبار، لان الكبار برضو مهمين جدا معنا في الاقتصاد. قلنا هنقسم كل المستحقات اللي ليهم على مدار 5 سنين بأقساط متساوية. دي هندي كاش بس مش برضو مش هقدر احمل على عشان الموازنة. عشان الموازنة. بالزبط كده. وجينا بعد كده قلنا طيب في كمان هدي 10% للجميع. يعني كل حد ليه 10 جنيه انا هدي له جنيه. أوكي. كبير صغير ولا كبير ولا صغير متوسط، يبقى الكل برضو الكل يبدأ بدفع 10%. بالزبط. وخامس مبادرة كانت معنا لو اي شركة عايزة ارض صناعية تبني عليها مصنع، تكمل تبني عليها الشركة، أو أي من النشاط في الإنتاج بديها الأرض دي واخصم تمنها برضو من المستحقات اللي ليها. الحقيقة اشتغلنا على 5 مبادرات دول ولاقوا استحسان عند المصدرين بشكل كبير جدا، وقدرنا في خلال السنة الأولى إن احنا ندفع حوالي 7 مليار جنيه من خلال ال5 مبادرات دول. جه بعد كده لقينا طبعا ابتدينا نخش على سنة 2020 وجت الكورونا. كورونا. طبعا الحال كان مش احسن حاجه. صحيح. وعالميا يعني مش مصر بس. طبعا. فاحتاجنا طبعا ان احنا ندي نفكر في حلول ندي بيها الكاش او الفلوس السيوله، نوفر بيها السيوله للشركات. فعملنا المبادره رقم 6 اللي هي السداد الفوري النقدي. انا بدفع فلوس للشركات. طيب بدفعها ازاي؟ قلنا هناخد قرض من البنوك او البنك المركزي عن طريق منظم عن طريق البنك المركزي، وبنسدد احنا بالقرض ده بنسدد فلوس او مستحقات المصدرين، واحنا كوزارة المالية بنقسط بقى القرض ده على 3 سنين، فيبقى ما حطيناش ضغط جامد قوي على موازنة الدولة. صحيح. وفي نفس الوقت رجعنا للمصدرين فلوسهم. الحقيقة على مدار 2 سنين قدرنا ان احنا يعني نسدد 23 مليار جنيه مصري لاكثر من 2500 شركة مصدرة. والامباكت او التأثير بتاع ده طبعا هنشوفه على زيادة الصادرات. طبعا. وبالفعل الصادرات كان بقالها فترة طويلة جدا تقريبا كل سنة بتعمل 25 مليار دولار. بعد ما عملنا المبادرة رقم 6 بالسداد الفوري لقينا ان الصادرات زادت ل 32 مليار دولار في السنة اللي بعدها على طول. هايل. فده يعتبر اثر واضح جدا وسريع للدعم الصادرات اللي احنا قدرنا نوفره. استمرينا على ال5 مبادرات زي ما احنا. لو في اي شركة بتفضل انها تمشي مع اي مبادره او تستخدم اي مبادره من ال5 من حقها، بتجيلنا وزاره الماليه بتقدم بنمشي في الاجراءات وبنسدد، او يعني بنعمل مقصه او اي مكان بنرجع بنشتري الارض او. وفضلنا برضو مكملين في المبادره رقم 6. حاليا احنا في المرحله 6 للمبادره رقم 6 اللي هي السداد الفوري. اجمالا بقى من ساعه ما ابتدينا لحد ما احنا قاعدين مع بعض دلوقتي احنا سددنا ما يقرب من 42 مليار جنيه لاكثر من 2700 شركه مصدره. فمبادره السداد الفوري دي تقريبا ادت الى زياده الاحجام التصديريه بتاعت 40%. لا، وكمان السنه اللي بعدها بعد ما كنا محققين 32 زدنا بقينا حوالي 36 مليار دولار.
يعني انا طلعت من 25 مليار دولار ل 32 وبعد كده ل 36 ولسه بقى ان شاء الله بنحسب السنه الماليه اللي هي قفلت الاسبوع اللي فات هنشوف لسه الاثر بتاعها ان شاء الله. طب انا هستاذن بس زمايلي في دقيقه ونص دقيقتين والنبي الله يفتح عشان بيقول لي تايم تايم. انا طب افترضنا ان انا النهارده راجل مثلا كمش بس مصدر، انا راجل منتج فبعمل الارض بتاعتي بجهز الجملونات ابدا اجيب مكن، في مكن انا لازم هجيبه من بره ممكن ما يكونش موجود من عندي، هل المكن لما بجيبه من بره ده بيبقى عليه اي شكل من اشكال تسهيل الدخول في القيد الجمركي بتاعه او في شرايحه الجمركيه باعتباره انه انا جايبه كواحد من عوامل الانتاج انا مش جايب سلعه عاديه؟ طبعا، لان زي ما قلت لحضرتك احنا مهتمين جدا بفكره التصدير، والتصدير وراه انتاج والانتاج وراه مكن، فالعمليه كلها مربوطه ببعضها. فاي مكن او اي حاجه بتساعد في العمليه الانتاجيه ومنها بتساعد في العمليه التصديريه بيبقى ليها طبعا تسهيلات، وبيبقى ليها انه المفروض ان احنا ما ناخرش دخول هذا المكان. طبعا الجمارك، مصلحة الجمارك طبعا بتقوم بدورها وبتقوم بالتأكد من المكان اللي داخل طبقا للمواصفات و وهكذا، ولكن المفروض ان احنا واخدين يعني زي التوجه انه اي حاجة هتساعد في العملية التصديرية المفروض ان احنا نشجعها ونقف جنبها. فكل ما هو متعلق بالانتاج احنا هنسهله ان شاء الله، كل ما هو متعلق بالتصدير هنسهله. طب اخيرا معلش يا نديم، اخيرا سؤال كمان والنبي، احنا توقعاتنا ايه للسنه اللي جايه؟ يعني احنا وصلنا لل 36 طبعا رئيس الجمهوريه قال لنا احنا عايزين 100 مليار 100 مليار بس ده 20 30 ان شاء الله، ان شاء الله يعني انا عايزها 20 29 نفسي امل حياتي. احنا متوقعين ايه السنه اللي جايه؟ توقعات يعني ان شاء الله. احنا مثلا هقول لحضرتك على حاجه تديك فكره عن التوقعات. أوكي. احنا كنا بنخصص في الموازنه 8 مليار جنيه كل سنه لدعم الصادرات. السنه دي من اول 23 السنه الماليه 23 24 بموافقه رئاسه الوزراء احنا مخصصين 28 مليار لدعم الصادرات، فده يدي حضرتك زي مؤشر احنا متوقعين ان شاء الله زياده صادرات قد ايه، لان المخصص نفسه زاد من 8 بالظبط ل 28. طبعا مش لازم ان الصادرات نفسها تزيد بنفس المعدل، ولكن ده التوجه ان احنا ندعم الصادرات، ندعمها بكل ما نملك، سواء مخصص في الموازنه، سواء اجراءات كتسهيل للاجراءات، سواء المبادرات، سواء التزامنا بتنفيذ المبادرات. يعني احنا عندنا صرف ان شاء الله يوم الاربعاء والخميس اللي جايين للشركات اللي قدموا معانا في المرحله السادسه، ومكملين معادين صرف كمان في خلال يوليو وخلال اغسطس دول، فده بيوري حضرتك قد ايه احنا ملتزمين ومهتمين بالصادرات، وان شاء الله نشوف ارقام كويسه. يعني نوصل لل 60 كده ولا حاجه؟ يعني مش قادره اعرف ارقام بالظبط، يعني اما نقفل بس السنه دي نقدر نعمل بروجكشن للسنه الجايه. لا ان شاء الله ان شاء الله خير، شاء الله. انا بشكرك جدا، وان كان اللقاء قصير احنا محتاجين نتكلم اكتر من كده على مساله دعم الصادرات. نورتينا يا دكتور وشرفتينا، الف شكر. شدوا حيلكم مع المصدرين قدر الاستطاعه. كل الشكر للدكتور نديم منصور، مستشار نائب وزير الماليه للسياسات الماليه. ثواني يكون موجود معاكم حالا بالا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10، اما احنا لو كلنا العمر نقابلكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.